أجواء مليئة بالجماهير العراقية بعد الاحتفال بالفوز. تعرض مدرب العراق الإسباني خيسوس كاساس من قبل لاعب خط الدفاع الأي فاضل إثناء رفعه الإعلام العراقية بعد انسجام التفاعل مع الجماهير العراقية التي ملأت ساحات الاحتفال في وسط بغداد. كريستيان بوليسيتش رائع في قراءة الكرة وقطع المحاولة. الثلاث دقائق الأخيرة من عمر المباراة. كريستيان بوليسيتش